الوسطية الكلمة الآن لفخامة رئيس الجمهورية التراث السيد وسادة سعادة المشير عمر حسن أحمد البرشي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، فخامة الأخ الرئيس بروفيسور أرسانج تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، السيد موسى فكي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، السادة الوزراء وممثلو دول جوار أفريقيا الوسطى، السيد إسماعيل شرقي مفوض السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، السادة ممثلو الشركاء والمراقبون، السادة ممثلو حكومة أفريقيا الوسطى والحركات المسلحة ومنظمات المجتمع المدني، السيدات والسادة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في الخرطوم، الإخوة والأخوات الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني اليوم أن أخاطبكم من الخرطوم عاصمة السلام، ونحن نجتمع اليوم في محفل للسلام لأبارك وأهني شعبنا الشقيق في أفريقيا الوسطى بجميع مكوناته بانتهاء الحرب وميلاد السلام تحت مظلة اتحادنا الأفريقي العظيم، تتويجا للجهود التي ظلنا نبذلها دولا وزعامات وجماعات وأفراد وشركاء وحاذبين لنصل إلى ما وصلنا إليه اليوم من سلام مستدام بإذن الله بين الإخوة الفرقاء في الجارة الشقيقة جمهورية أفريقيا الوسطى. ويشكل جمعنا اليوم تأكيدا للعزم والإرادة الجادة بين كافة الأطراف نحو التراضي والوفاق بين أبناء الوطن الواحد، تتويجا لما ظل يدعو له قادة قارتنا من التزام بما توافقنا عليه من التأكيد على ضرورة الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية. السيدات والسادة، إن تجربتنا المشتركة تحت مظلة الاتحاد الأفريقي تقف شاهدا على نجاح النهج الأفريقي في معالجة الأزمات، ولعل منهجنا الذي افتضيناه والذي مثلته خارطة الطريق للسلام والمصالحة في أفريقيا الوسطى عبر مخاطبة جذور المشكلة واللقاء المباشر بين كافة الفرقاء قد مكن من الاستماع لاهتمامات وانشغالات كافة الأطراف، فأفضى إلى مخاطبة هذه الانشغالات ومعالجتها بالحكمة الأفريقية المعهودة، فكان النتاج هذه المحصلة الإيجابية التي نحتفل بها اليوم. السيدات والسادة، إن الاهتمام الإقليمي والدولي الذي نشهده اليوم يقف شاهدا على أن السلام يصبح واقعا وخيارا واحدا بإرادة الشعوب، وأن الحروب والاقتتال لن تفضي إلا إلى إعاقة مسيرة التنمية وتقويض دعائم الاستقرار والثقة بين أبناء الوطن الواحد. وسيظل السودان شريكا أصيلا ومساندا لكافة الجهود المخلصة الرامية إلى بناء الاستقرار والسلام في الشقيقة أفريقيا الوسطى وكافة دول الإقليم، حيث أن نجاح السودان
في تحقيق السلام في ربوعه سيظل هاديا وملهما لشعوب القارة في تجاوز أزماتها. وإننا إذ نجدد التحية للإخوة والأخوات في جمهورية أفريقيا الوسطى حكومة ومعارضة ومجتمعا مدنيا، فإننا نقدر عاليا ما أبدوه من إرادة إيجابية وحس وطني عالي مكن من تجاوز الخلافات والمرارات. الإخوة والأخوات والحضور الكريم، إن استدامة السلام والحفاظ عليه والالتزام به سيظل تحديا ماثلا يستوجب تكاتف الجهود المحلية والإقليمية والدولية، كما أن تطبيق نصوص السلام رهين بإرادة أبناء أفريقيا الوسطى واستعدادهم للمضي قدما لمقابلة استحقاقاته، وستشكل المرحلة المقبلة تحديا كبيرا واختبارا حقيقيا لإرادة شعب أفريقيا الوسطى. وإننا إذ نعرب عن كامل الرضا بما خرجت به مباحثات السلام بين الفرقاء في أفريقيا الوسطى، فإنه لشرف عظيم للسودان أن يكون مستقرا ومقاما لهذا الإنجاز التاريخي الهام، كما أن السودان سيظل وفيا لعهوده ملتزما بمبادئ السلام والتعايش السلمي ودرء وفض النزاعات عبر الجوار. الإخوة والأخوات، لا يفوتني أن أثمن عاليا الجهود التي ظلت متواصلة من قبل كافة تجمعات الإفريقية للوصول لهذا الاتفاق الذي تتشرف به الخرطوم اليوم، كما نخص بالتحية قادة ورؤساء المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا لجهودهم المقدرة التي يسرت الوصول إلى السلام، وقيادات القارة التي تواصلت معنا دعما لجهود السلام، والتقدير كذلك للأمم المتحدة والشركاء وأصدقاء ومحبي السلام والمراقبين، والتحية الخاصة لمفوضية الاتحاد الأفريقي وللأخ الكريم إسماعيل شرقي مفوض السلم والأمن الأفريقي على ما اتسم به من صبر وحكمة الذي عاونه من كبار مستشاريه ومعاونيه، ولشركاء المبادرة الأفريقيين وفريق الميسرين. ولا بد أن أذي الشكر والتقدير للإخوة ممثلي الدول الذين حضروا بيننا اليوم في شهود هذه المناسبة، وأنتهي هذه السانحة لأناشد المجتمع الدولي لرعاية هذا السلام وتوفير الدعم لمرحلة البناء وإعادة الإعمار التي يستعقبه، فضلاً عن الوفاء بالتزامات يعم السلام في السودان وجنوب السودان وبقية دول القارة. الإخوة والأخوات، ختاماً، سيشكل هذا الحدث سطراً مجيداً في تاريخ القارة وذكرى واستهلالاً لمرحلة البناء والإعمار والتوافق والتآخي في الجارة أفريقيا الوسطى. ولعلها مناسبة لأن نجدد المناشدة ودول قارتنا الأفريقية لبذل المزيد من الجهود لاحتواء كافة بؤر النزاعات والعمل على تلافيها مبكراً بما يفضي لخير وازدهار القارة. وأؤكد لك الأخ الرئيس ولكل فرقاء جمهورية أفريقيا الوسطى أن السودان سيظل معكم في مرحلة تطبيق هذه الاتفاقية حتى يعم السلام والأمن والاستقرار ويعود اللحمة لشعب جنوب وسط أفريقيا، ونكون معكم دائما إن شاء الله في كل هذه المراحل دعما وسندا لكم. جزاكم الله خير وشكرا على هذه الاستضافة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المشير عمر البشير رئيس
حقا يهود السودان أخو الأخوان وقد حضيفان مشاهدين الأعزاء، نقلنا لكم من قاعة الصداقة التوقيع بالأحرف الأولى لاتفاقية السلام بجمهورية أفريقيا الوسطى، حيث شهد التوقيع رئيس الجمهورية عمر البشير ورئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فاوستون أوكرانج تيودورا، وهذه الاتفاقية التي سوف ينعم بها المواطن في إفريقيا الوسطى بالأمن والرخاء والاستقرار والتنمية. هذه هذا التوقيع بالأحرف الأولى تم من قبل 14 حركة مسلحة، ولأول مرة يعني يتم هذه الاتفاقية بكل الشروط مع الحكومة في أفريقيا الوسطى. انطلقت هذه المفاوضات في 24 من يناير، ونجحت الحكومة السودانية والعاصمة السودانية في هذه النجاح الكبير لتحقيق السلام في أفريقيا الوسطى. وهذا التوقيع بالأحرف الأولى سوف إن شاء الله حيكون في توقيع في العاصمة بانجي بالتوقيع النهائي. الحضور كان فرحا جدا بهذا الاتفاق، وأكدوا بأن السودان كان له دور كبير جدا، والاتحاد الأفريقي شكر دور السودان في القارة الأفريقية من خلال العديد جدا من الأشياء التي يقدمها في السلام، وأيضا دوره في حل الدولة الوليدة بدولة جنوب أفريقيا. هذه المفاوضات كانت لها أثر كبير جدا، وأيضا الاتحاد الأفريقي أكد بأنه لا بد من تكوين آلية لتطبيق هذه الاتفاقية على أرض الواقع. وأيضا الممثل الحركات المسلحة بجمهورية إفريقيا الوسطى الذين وقعوا على هذه الاتفاقية ذكروا بأن السودان كان له دور كبير جدا في تهيئة الأجواء والمناخ والترتيبات لهؤلاء الفرقاء بالعاصمة السودانية. أيضا هذه المفاوضات كللت بالنجاح، ولا بد من أنه يتم الاستفادة منها في كثير جدا من الأشياء حتى ينعم المواطن والشعب في أفريقيا الوسطى بالسلام والتنمية والرخاء. أيضا هناك كانت زغاريط من الفرح داخل قاعة الصداقة، حيث تم التوقيع بالأحرف الأولى بين فرقاء أفريقيا الوسطى الحكومة و14 حركة مسلحة. مشاهدينا الأعزاء، نقلنا لكم هذه التغطية الخاصة من قناة الشروق لفرقاء دولة إفريقيا الوسطى التي تم الاتفاق عليها اليوم، ولكن سوف يكون الاتفاق النهائي في العاصمة بانجي. تحية لكم وتحية لكل الذين رافقوني في هذه التغطية الخاصة. للمزيد من المعلومات والأخبار يمكنكم زيارة موقعنا على الإنترنت الشروق.net. إلى اللقاء.